بالنسبة للجماعة الذين يطوفون حول الأضرحة ويعتقدون فيهم بأنهم يتصرفون في الكون ويغيثون الملهوف وغير ذلك، هل لو مات أحد هؤلاء الأشخاص نصلي عليه ويكون معذور بجهله، أم ماذا نفعل تجاههم؟ أفتونا بالتفصيل جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الكريم قد زال الجهل ولله الحمد وقامت الحجة، فالذين يطوفون بالقبور ويستغيثون بالأموات وهم يعيشون في بلاد المسلمين ويسمعون كلام الله أو يقرؤونه وقد يكونون يحفظونه عن ظهر قلب ويرددونه ويسمعون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويحضرون خطب الجمع ويسمعون البرامج التي تذاع في الإذاعات من البرامج الدينية العلمية التي فيها التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد، هؤلاء ليسوا معذورين لأنهم قد قامت عليهم الحجة، وإذا ماتوا وهم على هذا العمل القبيح يطوفون بالقبور ويستغيثون بالأموات فإنهم يعتبرون مشركين كفارا بالله عز وجل، الكفر الأكبر المخرج من الملة، لا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يرثهم أقاربهم من المسلمين، نسأل الله العافية. نعم.